نعم، بخصوص عوار، هل تتفق مع أكساس أو لا؟ ترى بأن قدومه أمر مفيد، خاصة بأنه لاعب لم يأتي الآن إلى الجزائر، يعني لا نريده فوق أرضية الميدان بقدر ما نريده في التشكيلة، يأتي ليكتشف الأجواء، ليحضر المعسكر، ربما هذا أمر مهم أيضا. لا تفضل، تجيب لاعب باش شو الاجواء، شو العرس، انا رايحين للعرس ولا تجيبوا في المنتخب الوطني؟ والله العظيم قالوا لازم تجيبوا قلت لك بانه هذا اللاعب اذا فهمتني، اذا فهمتني لا نعطيك المجال، اذا فهمتني قلت لك بانه عوار ما راحش نجيبوه باش يلعب بقدر ما نجيبوه حتى نضمنوه مع المنتخب الوطني، لانه نحبوا ولا نكرهوا عندنا سنوات ونحن نريد جلب هذا اللاعب الى المنتخب. نعم عندنا سنوات والاتحاديه تسعى وراء، كنا حابين نجيبوه دوك، هو اللي يحب يجي، دوك هو اللي يحب يجي. نو ما تغلطوش الناس. انا بيرسونال، يعني احنا ما راناش حابين نجيبوا اللاعب. نو انا بيرسونال مودوكا، وكان نعم. زعما عندي البوفوار نعم. ما نجيبوش اللاعب هذا باسكو هذا اللاعب خير فرنسا، نهار كان الجزائر فتحت له الابواب خير فرنسا، وعبك المنتخب الوطني تلعب فيه شغل بارامور حب الفريق الوطني، ماشي خير هو. انا نحترم رايه، انا مانيش ضد عليه، ولا انا نحكي لك كلاعب خير منتخب فرنسي نورمال، شوا تاع شوا سبورتيف، لعب منتخب فرنسي اللي متحصل على كاس العالم، نظن باللي هذه الحاجه مفروغ منه. انا نتكلم لك احنا، انا كجزائري نظن باللي في وقت الحالي عوار، انا ما نخبيش عليك ما عندي مندير به، نسيت مقبلات باش نقول لك زروقي ثاني. نعم ثاني اللي في التشكيله، ثاني في التشكيله تاع المنتخب الوطني. نعم. عندنا ديجان اللي نقدروا نتكلوا عليهم اليوم، عوار ماهوش في احسن احواله. لا لا وجهه، شوف وجهه نظرك محترمه، ولكن لازم نمد وجهه نظر اخرى. تفضل. عوار في 2000 نهار ربحوا السيتي، واش من العام ميدو 2020 كورونا 2020 نظن باللي عوار كان صومي صومي. نقول لا بونجور، مانيش نقول لك لا لا وزعما باش نفهم، هو انا نحكي لك دوكا اكتيرمون، نحكوا الوقت المناسب هذايا عوار ما هوش في احسن احواله، ما نعيطلوش. نعم. هذا ما كان، انا نحترم رايك، مانيش انا مديت راي برك محمد. نعم. يبقى رايي. نعم. برك هذا. نعم. ما كان. نعم.